علي مولي مولانا مولانا علي قبل قرن قرآن قرآن علي من المثلك إلى خيبر يا حامل آية التنزيل من اليصل شرف حيدر بشر ويخيل علي مولانا 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 علي قبل قرآن 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 علي علي مولي مولانا مولانا علي قبل قرآن 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 علي حايد كعبة الله يسولف القصة على عيونه اثر بعيونك تشوفه وجهه من يسولف تعرق القصة تنزل ذابلة من الحايد حروفه على الآية الكبرى وترجمان الله تدرج جان حادر والنبش رد لها الرسول وقال بسم الله البسملة ولولاه ما بسمه على القرآن على البرهان على بلوح الكفر سجين على بعيد الفقير الوان على بعيني اليتام كليم. المنتج المنفذ لهذا العمل حازم الخويلدي. علي الهدم هبل واليطعن برمحان علي النزلت لشمس الله وعلي الصلات علي خير العمل يحسب هذا الدين قدرة خالقك يا بالحسن جلال علي قطرة بحر ما وصف الكتاب علي قاضي النبو بس ربك يعرفه قلع باب الحصن وتجف شال الباب شف الباب هو تمسك بجفه يا منقذ هاجر من الموت علي يا زمزم اسماعيل يا منقذ يونس من الحوت زبور انت بصحف ونجيل الإله معجزة وبرهان وضح للبشر معنى العبودية على عصات موسى وقاهر الطغيان على موسى هدى مصرح اليهودية يسر كون الإله معجزة وبرهان وضح للبشر معنى العبودية على عصات موسى وقاهر الطغيان عن موسى هدم صرح اليهودية لسان الله وقسيمه وحجته على الناس
علي كف اليتامى بحكمته وعدله، إذا رايت عرفة عرفة من عباس، لأن بس حيدر يخلص بطل مثله. يا ضيغم يا حلم يوسف، على الميزان على إسرافيل، بعلى الجنويل إنس ناصف، على بلوح العرش تاوي. قرآن من المثلك قلع خبر يا حامل آية التنزيل، من اليصل شرف حيدر بشر ويخير مجبر. علي مولى مولانا مولانا علي، ربنا قرآن قرآن علي، من المثلك طلع خبر يا حامل آية التنزيل. النشر والتوزيع مؤسسة أنوار الحسين الإسلامية بإدارة حازم الخويلدي.